خلونا نبدأ أخبارنا المحلية من عند منتخبنا الوطني. أكيد كل عيون والترقب حول قائمة المنتخب المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا. قائمة اللاعبين النهائية لمعسكر شهر مارس وده طبعا عشان مباراتين امام ملاوي يوميا 24 و 28 مارس الجاري في الجوله الثالثه والرابعه لتصفيات المؤهله لكاس الامم افريقيا 2024 بكوتيفوار. وطبعا ضمت القائمه 24 لاعب وهم محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد صبحي ثلاثي حراسه المرمى، محمد هاني وهشام صلاح ومحمد حمدي واحمد فتوح واحمد حجازي، علي جبر ومحمد عبد المنعم واسامه جلال وطارق حامد وامام عاشور ومحمود حماده، مروان عطيه، حمدي فتحي، احمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي وعمر مرموش، احمد عبد القادر ومصطفى محمد ومحمود كهرباء واحمد حسن كوكا. وبعد قليل هينطلق المؤتمر الصحفي اللي هيعقده فيتوريا للاعلان عن تفاصيل معسكر مباراتي ملاوي، وهيتكلم فيتوريا عن قائمه اللاعبين المختار، الاسباب اللي انا اخترت ده وسبت ده. اكيد ده طبعا هيتم نقله على الهواء مباشره ل اون تايم سبورت، يمكن يعني دقائق وهنعيش تفاصيل هذا المؤتمر اللي بيتم تجهيزه في مبدا اتحاد الكره المصري. طبعا بعد انتهاء مباراتي الاهلي والزمالك ضد القطن الكاميروني وشباب بوليزيات الجزائري، طبعا كل منهم طبعا عنده حساباته. الاهلي بينتظر طبعا مباراه صن داونز والمري الهلال السوداني، طبعا كل الحسابات والتكهنات الناس كلها بتفكر فيها. والزمالك طبعا خرج طبعا من دوري ابطال افريقيا بعد خسارته في الجزائر. يمكن خروج الثنائي محمد النني لاعب الارسنال الانجليزي وتريزيجيه طبعا لاعب طرابزون التركي، هم دول ابرز الناس اللي خرجت من القائمه طبعا بسبب الاصابه وطبعا للصعوبه اللي هم ممكن يلحقوا معسكر المنتخب.